هتقول لك لكن مبدئيا كلام كتير في هذا السياق كان معاك وفي الغربال، وسارت الامور كما خطط لها، دي عبارتك الشهيره. ما خلصت. سارت كما خطط لها. الحمد لله. ان يكسب الاهلي خارج الارض 3-0 على فيتا الكونغولي، اعتقد كانت مساله مهمه جدا. مهمه جدا، مفيش بديل عنها. اه. ومفيش بديل عنها لترسيخ فكره اللي شبكنا خلصنا. اخر 10 دقايق واحد صاحبنا بعت لي رساله قال لي والنبي قول للمهندس عدلي يلحق يتفرج على اخر 10 دقايق. ده حصل. حصل. بعد ما ضمان. لا اول ما قالوا لي الجون الثالث رحت متابع. الدار امان خلاص. بس انا بتفرج بعد كده بشوف كل حاجه. اه. انما اللي عايز اقوله انك انت اهميه انك تكسب ايه؟ انك بترسخ لفكره، اولا مفيش حاجه اسمها صعب ومستحيل. ثانيا ادراك اللعيبه بالمسؤوليه، يبقى عندهم النو هاو بتاع ان انا لما اتزنق هعمل ايه. النقطه دي مهمه جدا يا استاذ ابراهيم. انها تتكرر معاك، كل ما تتزنق تبقى مسؤوليتك انك انت اللي تخرج نفسك من هذا المأزق. نتمنى ان احنا ما نتزنقش بعد كده، والدنيا تبقى مرتاحه عشان جماهيرنا تبقى مرتاحه، واحنا مش ناقصين كلنا نعيش في توتر. كره القدم عشان السعاده مش عشان التوتر، ولو ان التوتر عشان جزء تتفرج عليها مش تتفرج على الاعاده. ولو ان التوتر جزء من 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 ساعات من السعاده، يعني انك انت تحقق هدفك وانت بعد التوتر ده سعاده جامه جدا. جزء كمان من السعاده لما تلاقي هذا المردود الصحفي في تقدير انجاز الاهلي وفوزه، لانه الحقيقه لو رجعت لكلام الناس قبل البعثه ما تسافر وعاصفه التشكيك في بيتسو موسيماني وكلام كتير على موقف الاهلي المهدد ومخاطر تهدد الاهلي وكلام كتير جدا حتى على الظروف الصعبه اللي كان الناس بتتكلم على الطقس، بتتكلم على الارض الترتان، بتتكلم على اللعب الساعه 2، بتتكلم على 90% من درجه الرطوبه، خلت حتى ناس كتيره قعدت تتكلم على هذه الظروف الصعبه. يمكن انا اضطريت ان انا اكتب على تويتر مفيش اعذار نلعب ولو في النار. يعني فكره ان انت خلاص انت حاطط الفريق قدام الحل الواحد، الاهلي بكبريائه وبقيمته يكسب بره. اذا كان ماتش الهلال برضه. اه. اذا كان ماتش الهلال. بالظبط. اللي ما رحنا له واحنا ما عندناش بديل غير ان احنا ما نتغلبش. بس كان الظروف احسن شويه ما نتغلبش، عندك 2 اوبشن. صحيح. لكن انا اتمنى ان احنا يعني نحسم نحافظ على نحافظ على يعني اسباب تفوق، اسباب تجاوز الصعاب ده. ايوه. انا ما اقدرش اضمن نتائج، بس اللي عايز اضمنه ان اخذ بالاسباب. ايوه. ويبقى دايما شكلي ان انا عملت اللي عليا. بالظبط. والتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى.